بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه. وبعد، سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم يا معلم آدم علمنا، اللهم يا مفهم سليمان فهمنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وتوفيقا وسدادا ورشادا يا رب العالمين. وهذا مجلس جديد متجدد في تصحيح التلاوة والتجويد والتفسير وبعض ما يكون من الملح والفوائد. ونحن قد وصلنا بفضل ربنا تبارك وتعالى إلى سورة الرعد وسورة إبراهيم، التي نرجو أن نتيسر لنا اليوم أن ننجزهما بإذن ربنا تبارك وتعالى. وإذا أردنا أن نتكلم كما تعودنا لكي نحيط إحاطة سريعة بالسورة ومقاصدها وموضوعاتها، فنقول مستعين بالله عز وجل: سورة الرعد من حيث المكي والمدني، كما هو معلوم من كتب علوم القرآن كما في البرهان والإتقان للزركشي والسيوطي وغيرها من كتب علوم القرآن، فيها سورة مدنية. وحررنا ذلك أن المقصود بالمدني ما نزل بعد الهجرة، وإن كان خارج المدينة، هذا هو المقصود بذلك، وإن كان خارج المدينة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. على جميع الطلاب الاستماع، على جميع الطلاب أن يستمعوا. نعم، وإن كان خارج المدينة. طيب، وهي من حيث التقسيمات الأربع: الطوال والمئين والمثاني والمفصل، فهي تعتبر من المئين، وقيل من المثاني، يعني تجمع بين هذه وهذه. ونحن قد عرفنا الفرق بين المئين والمثاني، فقلنا لما نأتي نعرف المئين هي السور التي تبلغ آياتها آياتها 100 آية أو ما يقاربها، وقيل هي السور التي تلي السبع الطوال. طيب، الآن سورة الرعد ليست كذلك، إذا تأخذ الحكم الآخر أن هي السورة التي تلي السبع ماذا؟ التي تلي السبع الطوال، لأنها قلنا المئين يبدأ من يونس إلى العنكبوت، فهي تقع في هذا الإطار، أنها تقع بعد سورة يوسف، تقع بعد سورة يوسف، وهي تقع في الجزء 13 مع سورة إبراهيم وأواخر سورة يوسف، فمن هذا الباب هم حاسبوها إلى ذلك. أما من حيث عد الآيات فآياتها لا تبلغ 100 وزيادة. طيب، وإن قيل هي من المثاني فقد عرفنا المثاني، وقلنا الآيات التي تتلى وتكرر ويكثر قراءتها في الصلاة، ويكثر فيها القصص والمواعظ، والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الحسن الذي راه الطبراني وغيره قال: أعطيت مكان التوراة السبع المثاني، يعني وأعطيت مكان الزبور المئين أو المئين، وأعطيت مكان الإنجيل المثاني، وفضلته بالمفصل، وفضلت بالمفصل. وقيل المثاني كما قلت لكم ونعيد وفي الإعادة إفادة، هي سور يعني كثرت فيها القصص والأمثال والفرائض والحدود، وهذا هو قول ابن عباس وتلميذه سعيد بن جبير. وقيل أنها فاتحة الكتاب، وهو قول حسن البصري لقول ربنا عز وجل: لقد آتناك سبع من المثاني والقرآن العظيم. ولذلك يقول الراجز: نشدتكم بمنزل القرآن أم الكتاب السبع من مثاني. نعم، وقيل المثاني ما ثنيت 100 فيها من السور، فبلغ عددها 200 آية أو ما قرب، فكأن 200 لها أوائل والثاني يعتبر لها
ثواني. ولذلك قال بعض الشعراء: حلفت بالسبع اللواتي طولت، ومئتين بعدها قد أمنت، وبمثاني ثنيت وكررت، وبالطواسين التي قد ثلثت، يعني لي طاسين ميم يعني، وبالحواميم التي قد سبقت، وبالتفاصيل التي قد فصلت، يعني بالمفصل. نعم، هذا على ذلك. آياتها ممتاز. ترتيبها آياتها 43 آية، وهذا على العد، على عد لما نتكلم على ذلك، على آياتها، فنقول عندنا احنا العد الكوفي، وعندنا العد المدني، وعندنا العد البصري، وعندنا العد الشامي، وهذه كلها من ما عرف في علماء العد في عدهم للآيات. وأحيانا هذه المدارس تختلف في عد الآيات في بعض السور وتتفق في البعض الآخر. ومن قولنا في ذلك، ومن قولنا في هذا البيان الذي هو بين يدينا الآن من هذه السورة، سورة الرعد، كمثال في سورة الرعد، سورة الرعد على العد الكوفي هي 43 آية، لكن على العد الشامي في مصحف ابن عامر الشامي هي عبارة عن 47 آية، هي عبارة عن 47 آية، وهذا يعرفه من تخصص في هذا الباب. أما ترتيبها مصحفيا فهي السورة 13، وترتيبها في الجزء 13، وترتيبها نزوليا نزلت بعد سورة محمد صلى الله عليه وسلم، واستفتحت بالحروف المقطعة ولا مثيل لها، ألف لام ميم راء، ما في تفتح بألف لام ميم راء في القرآن إلا هي، كما لا استفتح بحاميم بألف لام ميم صاد إلا في الأعراف، ولا استفتاح بكاف هاي عين صاد إلا في مريم. نعم، وهكذا. وهي فيها سجدة تلاوة، ستأتي معنا إن شاء الله سجدة تلاوة في الآية الخامسة عشرة، في الآية الخامسة عشرة. عد كلماتها 54 و800، وعد حروفها 50 و400 و3000 و3000. هذه السورة الهدف منها إظهار قوة الحق وبيان ضعف الباطل. فيها حيمر معنا وحدانية الله، فيها الكلام عن الرسالة، عن البعث، عن الجزاء. فأهم محور في السورة أن الحق واضح أبلج، والباطل مضعضع لجلج، وأن الحق راسخ وثابت، والباطل مهما على كالزبد أن يكون له استقرار، وأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، فمهما على وبهرج فإنه زائف، وأنه يضمحل لا محالة. سميت السورة بسورة الرعد لأنه سيأتي معنا فيها ذكر يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. وسبحان الله، وأيضا على أن الرعد جمع الله فيه النقيضين، فهو إلى أن فيه الخير، إلى أن فيه الخير والبركة، لأن يأتي بالغيث الذي ينزل ويغيث البلاد ويغيث العباد. وأنتم الآن ترون كاليفورنيا، سبحان الله، كاليفورنيا هذه أيها الكرام الفضلاء في أمريكا، وهي عبارة عن هذه الولاية وهذه المدينة التي يعني الآن في حالة من حالات الديزرتيشنز، وحالة من حالات التصحر الآن بما لم يسبق له مثيل، وتضررت الأراضي الزراعية. وإذا علمنا أنها هي التي تأتي بثلث وأكثر من ثلث الغذاء لأمريكا، وأكثر من ثلثي الغذاء من حيث الحبوب، الجوز واللوز ومثل هذه الأشياء، الآن في حالة من حالات التصحر. بل من العجيب في موقع متخصص اسمه LMG Agriculture Product،
اللي هو موقع أمريكي يتكلم عن المنتجات الزراعية، كاتبين في الموقع pray for rains، pray for rains، صلوا الاستسقاء. سبحان الله، فصدق ربي عز وجل ونظم الله قيله فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، حتى تعلموا أن المطر ما ينزل بقدرة الإنسان. نعم بيعملوا زرع للسحاب وكذا، لكن الله إذا شاء أنزل المطر وإن لم يشاء لم ينزل المطر. فهذه أمريكا بكل ما فيها من العلم والتقدم إلى غير ذلك، ما يستطيعون الآن أن يقضوا على التصحر الذي ضرب في كاليفورنيا. ونسأل الله أن يحفظنا والمسلمين في كل مكان. ولذلك يقول القائل جمع النقيضين من أسرار قدرته، هذا السحاب به ماء به نار. يعني الله هو الذي يستطيع أن يجمع النقيضين، مما خطيئات أغرقوا فأدخلوا نارا. الله كيف ماء والنار يجتمعان والماء يطفئ النار؟ هذا قدرة الله، ورأيناه في تسونامي من 20 سنة لما حدثت أن الأمواج كانت ملتهبة، نسأل الله السلامة والعافية. طيب هذه السورة آياتها تبدأ بالكلام عن الإيمان ووجود الله ووحدانية الله وسطوع الحق وبيانه ورد على الملحدين والبيان لهذا القرآن العظيم. بعد ذلك ربنا عز وجل يتكلم عن الآيات الربوبية الدالة على الألوهية، من مد الأرض، من غشيان الليل النهار، من استوائه تبارك وتعالى على العرش وتسخيره للشمس والقمر، كل يجري لأجل مسمى. وأيضا يوضح أن الأرض فيها قطع متجاورات، فيها الجنات المختلفة من العنب، من النخيل المتشابه وغير المتشابه، مع أن مصدر الماء واحد لكن يفضل بعضها على بعض في الأكل. وربنا عز وجل يتكلم أيضا عن الأمور الموجودة في الكون، أن الله عز وجل يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. نقيض سبحان الله، الحمل والغيض والزيادة، عملية الأبورشنز وعملية الإسلام. وأيضا سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، اللي هو أيضا جمع النقيضين بين من يسر القول ومن يجهر به، ربنا عز وجل يعرفه، من هو مستخف بالليل وسارب به النهار. وأيضا البرق هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا، أيضا نقيضين خوفا وطمعا، إلى غير ذلك من مثل هذه الأشياء والآيات العظيمة. أيضا الكون في القرآن، هذا بحث جميل يستطيع طالب العلم أن يجمع فيه ويتأمل الكون في القرآن. ربنا عز وجل يتكلم عن آيات الكونية في القرآن، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا. فالقرآن هو الوحيد الذي يمكنه أن يحرك الدنيا وأن يحرك الأرض والكون من عظمته. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا. ثم بعد ذلك يأتي الكلام عن قوة الحق، له دعوة الحق وليس لغيره تبارك وتعالى. ثم تختم السورة بنفس ما بدأت به، تكلمت أول ما بدأت عن القرآن والكلام عن كتاب الله عز وجل، وختمت أيضا بالشهادة للرسول بالنبوة والرسالة، وأن مرسل من عند الله، ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم من عنده علم الكتاب. هذا ما تيسر إراده وتهيئ أعداده، عن الله على ذكر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذا أوان الشروع في المقصود والبدء في التلاوة إن شاء الله عز وجل. تفضل والدنا، جزاك الله خير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را، تلك آيات الكتاب. آيات هذا لام قمرية، ابغي حجك وخف عقيمه. آيات الكتاب. جزاكم الله خير. تلك آيات الكتاب. يا سلام. والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر
ناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا وأإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هنا مسألة مهمة. وإن تعجب يا نبي الله من عظمة الله التي أوضحها الباري في الآيات السابقات من حيث الأراضي المتجاورة وتختلف في إنتاجها وهذا الماء الواحد والنخيل بأنواع هذا البرح وهذا الخلاص وهذا العجوة وهذا حالي وهذا السكر إلى غير ذلك، وإن تعجب من هذا من عظمة الله وربوبيته الدالة على إلهيته، فإن العجب مع هؤلاء الملحدين المنكرين المكذبين بالبعث والنشور. هذا معنى وإن تعجب مما ذكرنا سابقا، فعجب قولهم هؤلاء الملاحدة المنكرين للبعث والنشور إذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. وفي قراءة ابن عامر وغيره على الإخبار إنا لفي خلق جديد، لأنهم ضلوا، لأنهم قاسوا قدرة الخالق بقدرة المخلوق، فلما رأوا أن ذلك ممتنعا في قدرة المخلوق ظنوا أنه ممتنع على قدرة الخالق، كما قال الحواريون هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، إن الله لا يعجز شيء في الأرض ولا في السماء، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. نعم. أبو حسن تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات. الثاء المثلثة نظهر فيها اللسان. وقد خلت من قبلهم المثلات. يعني إيش معنى المثلات؟ جمع مثلة، يعني الوقائع السابقات في الأمم الزالفات، ما حدث في عاد وثمود ولوط وهكذا، هذه هي. نعم. وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. وهذا مثال قوله تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. فهذه دار عمل لا جزاء فيها، وغدا دار الجزاء ولا عمل فيها. فالسعيد من تزود من دار العمل التي لا جزاء فيها لدار الجزاء التي لا عمل فيها. نعم.
ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. هذا مثال قول ربنا عز وجل مر معنا في سورة الإسراء، وقالوا لن نؤمن لك حتى تنزل حتى تفجرنا من الأرض ينبوع أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها أو تسقط السماء، هكذا. هذا المقصود إيش بها؟ يعني إحنا ما منعنا إن إحنا ما نؤمن ما شفنا آية أمامنا. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، أنا لست مطالبا بمثل هذه الأشياء. ومع ذلك لو أتى بها كما أتى طلب آية فشق الله له القمر، ومع ذلك لم يؤمنوا. ولذلك ربنا تبارك وتعالى وضح لهؤلاء قال وإن كان كبر عليك إعراض فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. نعم، الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. ومن هنا تجد أهل المغرب يقولوا فلان، ما يقولوا فلان مولود يوم كذا، يقول لك فلان مزداد يوم كذا. عرفتم؟ مزداد يوم كذا، يعني بمعنى مولود. والناس في الأرحام بين الغيض والزيادة. الغيض هو عدم تمام الحمل واضمحلاله، والزيادة هو كماله وتمام الأجنة حتى تخرج إلى عالم الحياة، حتى تخرج إلى عالم الحياة. فالله يعلم ما تحمل كل أنثى. طيب بعض الناس يقول لك يا أخي حتى احنا نعلم كمان، حتى احنا في السونوغرافي احنا الآن الطب تقدم وكذا وعن طريق السونار ونقدر نعرف. نقول يا حبيبي الغالي المقصود بذلك أن الله يعلمه قبل أن يتخلق، وهو في ظهر آدم. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وفي قرام ذرياتهم، يعلم منذ ذلك تبارك وتعالى قبل أن يخلق السماوات والأراضين، وليس بعد أن يتم التخلق في الجنين ب120 يوما وتبدأ تظهر أجهزته التناسلية. ومع ذلك أيضا قد حدث لنا ولغيرنا، كم قالت الطبيبة يوما أن هذا الجنين ذكر، فاشترى الناس كل الملابس استعدادا للولادة، فلما ولد كان أنثى. وهذا متكاثر معروف، وليس هذا هو المقصود، إنما المقصود علمه في علم الأزل تبارك وتعالى. وكل شيء عنده بمقدار. وهذه الآية فيها إثبات القضاء والقدر لله تبارك وتعالى، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، فلا يتقدم عليه شيء ولا يتأخر ولا يزيد ولا ينقص، ولا يكون في ملك الله إلا ما قضاه الله وقدره شرعا وكونا. نعم، وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. هذا من أسمائه، من أسمائه الكبير، ومن أسمائه المتعال، ومن قال أيضا من أسمائه المضافة عالم الغيب والشهادة. فهو يعلم الغيب والشهادة، كبير في ذاته وأسمائه وصفاته، ومتعال على جميع خلقه بذاته وقدرته وقهره تبارك وتعالى. نعم، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. نعيد ومن هو مستخف بالليل لا وسارب لا لا. لا لا ليست مشددة. ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. مستخف ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار.
وسارب 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 بالنهار. له كان هناك يا أحباب الكرام قصة رجل كان يلقب بشيطان قريش، يلقب بشيطان قريش، وهو اسمه عمير ابن وهب الجمحي، عمير ابن وهب الجمحي. عمير ابن وهب الجمحي هذا كان يلقب بشيطان قريش من شدة أذيته، من شدة إيش؟ من شدة أذيته. لما كان ما كان من غزوة بدر فقتل 70 من المشركين وأسر منهم 70، فأراد صفوان بن أمية واتفق مع عمير بن وهب الجمحي على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجلسا وتواعدا ولم يكن معهما أحد إلا الله ثالثهما تبارك وتعالى، وقال له أنا أريدك أنك أنت تخرج لقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال طيب أنا عندي علي ديون وأولاد. قال دينك ديني وأولادك أولادي ولا تخش شيئا. فهنا خرج شيطان قريش عمير بن وهب متوشحا سيفه عازما على قتل رسول الله، بعد أن وضع السم في السيف، حط السيف بالأيام والليالي في السم حتى يكون أقوى لقتل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فأتى للنبي عليه الصلاة والسلام، رآه عمر أمسك به، فقال له النبي دعه يا عمر دعه. قال رسول الله إني خاف يعني أن يكون يعني أراد بك شرا وكذا. قال دعه يا عمر. أول ما دخل على النبي عليه الصلاة والسلام أمسك به وقال ما جاء بك يا عمير؟ قال جئنا من أجل هذه الجيف، ابن أسير عندكم، وأنا جئت من باب أن يعني أن أشفع فيه. قال يا عمير ألم تجلس أنت وصفوان عند الكعبة واتفقتما على قتلي وقلت له إني صاحب دين؟ فقال دينك ديني. وقلت إني صاحب عيال؟ قال عيالك عيالي. يا عمير إن الله حائل بيني وبينك. هنا صاح عمير بن وهب قال ما سمعنا أحد ولا أرى أخبارك بذلك إلا ربك يا محمد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. سبحان الله. أتى ليقتل النبي عليه الصلاة والسلام فإذا به يخرج مؤمنا برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، مصداقا لقول ربنا عز وجل سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل، يعني جالس في مكان يتخفى من الناس، أو وسارب بالنهار يعني داخل في النهار في سارة به، وهو ما يستخف فيه الإنسان إما في بيت أو في غار أو كذا، هذا معنى سارب بالنهار، مثل الحيات والعقارب والناس الذين يستخفون يسربون بالنهار. ربنا يعرف كل هؤلاء، كل هؤلاء هناك معقبات من الملائكة من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله تبارك وتعالى. فمهما استخف الإنسان بقول، وهذا هو كما قلت لكم جمع المتناقضات في سورة الرعد لبيان عظمة قدرة الله عز وجل، أسر وجهر، هذا تناقض، يعني كلمتان ناقضتان الإسرار والجهر، مستخف بالليل وسارب بالنهار، يعني مستخف بالليل في مكان مخبي نفسه فيه من الناس، أو في النهار سارب يعني داخل سر به، يعني داخل سر به فين؟ في النهار. والسرب هو ما يستخفي فيه الإنسان إما جوف بيته أو غار أو مغار أو نحو
أو نحو ذلك. كل هذا ربنا يعلمهم تبارك، يعلم السر وأخفى، يعني ما هو أخفى من السر؟ قيل حديث الرجل نفسه، هذا هو أخفى من إيش؟ من السر. السر بينك وبين الإنسان لا يسمعكم الثالث، ما يكون من نجوى. ولذلك ربنا تبارك وتعالى وضح عز وجل أنه مهما تناجى اثنان فإن الله تبارك وتعالى يعلم بهم. ولذلك ربنا عز وجل يقول في محكم التنزيل: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. إذا ما خلوت بريبة والنفس داعية إلى الطغيان فقل لها: يا نفس إن الذي برأ الظلام يراني. وهذا كما قلنا كل يعني هدف السورة ومقصدها بيان عظمة الله وقدرته تبارك وتعالى. ولما قال سواء منكم، هذه نكرة تدل على العموم، على أيا كان، كبير صغير، رئيس مرؤوس إلى غير ذلك، كل هذول يحيط الله محيط بهم تبارك وتعالى. وذكرنا منها قصة يعني عمير بن وهب الجمحي، وأيضا قصة توبة الفضيل بن عياض لما كان مستخف بالليل يقطع الطريق على الناس، فسمع ركبا يقولون يعني عرسوا الليلة، فإن فضيلا في الطريق، قال: ترى خلينا ننام هنا، الدنيا ليل، أحسن الفضيل منتظرنا في الطريق يأخذنا. قال: سبحان الله، الناس يخافونني، فأعلن توبته من ذلك اليوم. وقيل أيضا أنه تسلق بيتا ليسرقه فسمع قارئا من الدار يقول: ألم يأن للذين أمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل؟ قال: بل آن وتاب إلى الله تبارك وتعالى. نعم فضلاتكم، نعم. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم دونه من وال. هذه الآية العظيمة، المعقبات هم الملائكة. قال عليه الصلاة والسلام في الصحيح: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، يعني هذول ينزلون وهذول يطلعون، يلتقون في صلاتي الفجر والعصر. ولذلك صلاتان عظيمتان، إن استطعتم على ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، الفجر والعصر، من صلى البردين دخل الجنة، كان في الصحيح، اللي هو الفجر والعصر. فيقول الله لهم وهو أعلم: كيف تركتم عبادي؟ قال: جناهم يصلون وتركنا. قال: أشهدكم أني قد غفرت لهم. له معقبات، ملائكة يتعاقبون، يعني سموا بذلك، من بين يديه ومن خلفه. قيل: ملكان على العينين، وملك على الفم، وملكان على الخيشومين، وملكان من الأمام ومن الخلف وعن اليمين وعن الشمال، وحديث ذلك ضعيف، حديثها ضعيف، الله أعلم بعددهم كم يكونون. يحفظونه من أمر، من بين يديه ومن خلفه، يحفظون من أمر الله، يعني يحفظون بدنه وروحه من كل من يريده بسوء. والله له أمر كوني وأمر شرعي تبارك. الأمر الشرعي نفس القدر الكون والقدر الشرعي. الأمر الشرعي الحلال والحرام، افعل ولا تفعل. والأمر القدري هو الذي واقع لا محالة، أحبه الله أو لم يحبه الله تبارك وتعالى. ويحفظون عليه أعماله، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وهم ملازمون له دائما. فالله عز وجل لا تخفى عليه أحوال عباده، ولا تخفى عليه أعمالهم، ولا ينسى منها شيئا، وما كان ربك نسيا. ثم ننتبه إن الله لا يغير ما بقوم من النعمة والإحسان ورغد العيش حتى يغيروا ما بأنفسهم،
من الطاعه الى المعصيه ومن الايمان الى الكفر، نسال الله السلامه والعافيه، او من شكر النعمه الى البطر، فيسلبهم ربنا عز وجل هذا. وايضا قيل ان الله لا يغير ما بقوم من الضنك والشدة حتى يغيروا ما بأنفسهم من المعاصي، فلكي تأتي بالتغيير الأول عليك بالتغيير الثاني. غير نفسك ليتغير ما هو حولك. بعض الناس يقول لك يا أخي الرزق ضيق علي. طيب أنت انظر يا أخي إلى نفسك، انظر إلى طاعتك لربك، أين صلاتك؟ ما في الصلاة، عبادة ما في عبادة، منكرات في كل مكان. إذن كيف تريد إن يعني ترجو السلامة ولم تسلك مساربها؟ إن السفينة لا تمشي على اليابسة. أخلص لتتخلص، أخلص لتتخلص. ولذلك كان السلف يعرفون من أين يؤتون. إذا الواحد وجد في مشكلة عنده في أرزاقه في بيته في كذا، يرجع مباشرة إلى علاقته بربه، كما قيل نقرة بنقرة ولو زدنا لزاد السقا. ثم عليك أن تعلم أن الله عز وجل إذا أراد بقوم سوءا عذاب، وجاء نكرة ليدل على العموم، صغيره وكبيره، عذاب شدة أمر يكرهونه، فلا مرد له، لا أحد يمنعه تبارك وتعالى. وما لهم من دونه من وال، يعني من وال يتولى أمورهم فيجلب لهم محبوبا أو يدفع عنهم مكروها. كل شيء بقدر الله، لا يمنع ذلك ملك مقرب ولا صنم يعبد من دون الله ولا ولي ولا صاحب ضريح ولا أي شيء من هذا. وهذا كما قلت لكم، هذه السورة أساس وأصل في التوحيد. من يريد أنه يعني ينظر لقدرة الله ويقوي التوحيد يقرأ ويدمن على قراءة سورة الرعد، ويقرأ في تفسيرها وفي فهم ما فيها من الآيات على جزالتها وقصر آياتها. 43 إيش آية. نعم. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. يا الله، أرأيتم ينتقل بنا ربنا عز وجل للربوبية لكي نستدل بها على الإلهية والتوحيد، ويجمع بين نقيضين أيضا، يريكم البرق خوفا وطمعا، يريكم البرق خوفا وطمعا، يعني تخافون مما يكون فيها من الصوت الشديد، وتطمعون أن الله ينزل ماذا؟ ينزل الغيث وينزل المطر، وهو الذي ينشئ هذه السحاب الثقال المحملة بالمطر الغزير الذي ينفع البلاد والعباد. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس السنة ألا تمطروا، ولكن السنة أن تمطروا فلا تنبت الأرض شيئا. يعني قال القحط مو إن ما يكون في مطر، لا في مطر لكن ما يستفيد الناس منه، لا يستفيد الناس منه شيئا. هذا هو القحط أيها الكرام الفضلاء، يعني معنى آخر من معاني القحط، ليس السنة ألا تمطروا ولكن السنة أن تمطروا ولكن لا تنبت الأرض إيش؟ لا تنبت الأرض شيئا. ولذلك البرق اللي هو أنتم ترونه هذا مفرد جمعه بروق، وهو ذلك الذي نحن نراه أيها الكرام الفضلاء من هذا الإضاءة الشديدة مع ما يكون فيها من الصوت الذي يلازمها، اللي هو صوت إيش؟ الذي هو يلازمه هو صوت الرعد. ولذلك يسأل السائل هنا ما هو الفرق بين البرق والرعد. البرق تراه أولا ثم بعد ذلك تسمع صوت إيش؟ تسمع صوت الرعد. فالبرق يرى والرعد يسمع. ولما نتكلم الآن هنا عن صوت الرعد، فقد جاء في الحديث الصحيح
أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وضح أن هذا ملك يسوق السحاب بمخراقه، يعني هذا ملك موكل من الملائكة بالسحاب، يعني يسوقه ويزجره بمخراقه، وهذا المخراق يكون من النار يزجر به السحاب. الصوت هذا الذي نسمعه هو زجره السحاب، فإذا زجره يعني إذا ساقه نسمع هذا، ليش نسمع هذا 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 الصوت. ولذلك جاء في مسند الإمام أحمد وعند النسائي في الكبرى، وهو إسناده صحيح، وذكر الشيخ الألباني في سلسلة الصحيحة من حديث ابن عباس أن اليهود أتوا للنبي عليه الصلاة والسلام يسألون في بعض الأمور، ليس سؤال استفهام لكن سؤال اختبار عليهم لعنة الله. قالوا إن أجبتنا نتبعك ونصدقك ونؤمن بك، هم كذابون سيجيبون وما يؤمنون. قال فأخذ عليهم ما أخذ إسرائيل على نفسه، فقالوا الله على ما نقول وكيل، يعني أخذ عليهم العهد والميثاق. قالوا أخبرنا عن علامة النبي، قال تنام عيناه ولا ينام قلبه، دي من خصائص النبي. قالوا فأخبرنا كيف تؤنث المرأة وكيف تذكر الولد، يعني كيف يجي. قال يلتقي الماءان، يعني ماء الرجل وماء المرأة، فإن علا ماء المرأة ماء الرجل أنثت، يعني إذا على ماء المرأة ماء الرجل يطلع المولود أنثى، وإذا على ماء الرجل ماء المرأة أذكرت، يعني طلع المولود ذكر. قالوا صدقت. فأخبرنا عن الرعد، وجه الدلالة هنا ما هو؟ قال الرعد ملك من الملائكة موكل بالسحاب، بيديه أو في يد مخراق من نار، المخراق اللي هو يعني عصا كده، يزجر بها السحاب، والصوت الذي يسمع منه حيث زجره السحاب إذا زجره حتى ينتهي إلى حيث أمره الله تبارك تبارك وتعالى. فهل بعد ذلك أنهم آمنوا؟ ولا آمنوا ولا شيء، نسأل الله السلامة والعافية. وكان من بقية الأسئلة قالوا يعني أخبرنا من الذي يأتيك بالوحي أو بالخبر، قال جبريل. قالوا لو قلت لنا هذا، قالوا له هذا يعني ينزل بالحرب والقتال والعذاب، هذا عدونا، ولو قلت ميكائيل لآمنا بك، وكذبوا ورب الكعبة. فنزل فيهم قول ربنا في سورة البقرة، قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. نعم تفضل. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فتصيب بها فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. الله أكبر. نعم، ولذلك أحسنتم. ولذلك قيل هذا الصوت، صوت الرعد، هو تسبيحه لربه تبارك وتعالى، وكما قلنا هذا هو صوت زجر الملك الموكل بالرعد للسحاب، فإذا زجره خرج هذا الصوت. ومع ذلك هو مع هذا الصوت الشديد الذي يخيف فإنه تسبيح لله عز وجل، وإن من شيء لا يسبح بحمده. الملابس اللي انت لابسها تسبح، هذا الجوال اللي في يدك يسبح، هذا الكرسي اللي تجلس عليه يسبح، وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. تسبح الملائكة والملائكة من خيفته، يعني الملائكة الخلق العظيم هذا من جبريل إلى أقل إلى أي آخر ملك فإنهم يخافون ربهم تبارك وتعالى. ويرسل الصواعق اللي هي هذه اللي بتكون من النار التي تخرج من السحاب، فيصيب بها من يشاء من عباده سبحان الله. وكم من أناس أصابتهم الصواعق فماتوا، ومع ذلك هؤلاء الملاحدة الضلال يجادلون في الله وهو شديد المحال.
ما معنى شديد المحال؟ يعني شديد الحول والقوة، فلا يريد شيء إلا فعله، ولا يستعصي عليه شيء، ولا يفوته فوت ولا صوت، ولا يهرب منه هارب تبارك وتعالى. وبعد هذه الآيات الكونية العظيمة الجميلة وبيان قدرة الله، يبين هنا الدعوة ربنا عز وجل، دعوة الرسول إيش هي؟ له دعوة الحق، يعني توحيده تبارك وتعالى، إفراده بالعبادة وحده، فلا يعبد من دونه لا سحاب ولا سماء ولا نبي ولا ولي ولا شجر ولا مدر ولا شمس ولا قمر، إنما هو فقط هو الذي يعبد، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. نعم أبو علاء تفضل. علي الدور الشيخ. أيها حبيبي تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء. إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وما دعاء أم قمرية إظهارها، ابغي حجك وخف عقيمه. طيب، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وقفة هنا أيها الكرام الفضلاء، له دعوة الحق أسلوب حصر وقصر قدم فيه المعمول على العامل، أعني الجر والمجرور، ونكرة مضافة، وهذه لاختصاص ذلك بالله، هو الذي له دعوة الحق تبارك وتعالى. وهذه الدعوة له يعني لله وحده، ودعوة الحق إفراده بالعبادة وإخلاص الدعاء له بدعاء المسألة له تبارك وتعالى، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فهو الذي يصرف له الدعاء والخوف والرجاء والحب والرغبة، لا إله غيره تبارك وتعالى، ولا معبود بحق سوى. والذين يدعون من دونه، منها إلى هذه الأوثان والشركاء، لا يستجيبون لهم بشيء، لا قليل ولا كثير، لا من أمور الدنيا ولا من أمور الآخرة. ثم بين ربنا هذا المقال بهذا المثال، إلا كأداة تشبيه، إلا كمن يبسط كفيه إلى الماء ليبلغ به فاه، مع شدة ما فيه من العطش، يتناول بيده ويبسطها إلى الماء فلا يصل إلى الماء، لأنه لا بد أن يرفع يده. فكذلك الكفار يدعون مع الله آلهة أخرى، لا يستجيبون لهم بشيء، ما ينفعونهم ولا يضرونهم، بل يضرونهم، يبعدونهم عن الله تبارك وتعالى. وهذا هو حالهم، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، لبطلان ما فيه من الدعوة. مثالهم كمثال هذا الذي يبسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. فما أجمل هذا المثال. مثاله قول ربنا عز وجل معنا في سورة العراف إن شاء الله، إن الذين كفروا وكذبوا بآياتنا لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. نعم. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. في سجد التلاوة هنا؟ نعم. يلا نسجد للتلاوة. الله لك سلام. نعم.
قل من رب وظلالهم السلام. وظلالهم بالغدو والآصال أي سبحان الله. حتى المخلوقات، مش المخلوقات بكلها ظل يا مشايخ؟ أي نعم صحيح. حتى هذا الظل يسجد سبحان الله، لا إله إلا الله. حتى هذا الظل يسجد هذه في أول النهار وفي آخر النهار، وكل سجود بحسبه، لا تسأل عن كيفيته خلاص، ولكن لا تفقهون إيش تسبيحه. نعم. حتى ظلك وظل المخلوقات، كل مخلوق له ظل، فإنه يسجد بالغدو أول النهار والآصال آخر إيش آخر النهار، لا إله إلا الله. نعم نعم تفضل. قل من رب السماوات والأرض قل الله. إيش نوع الاستفهام هذا؟ إيش نوع الاستفهام هذا؟ ما نوع هذا الاستفهام؟ من تحقيق هذا إيش نوع الاستفهام هذا؟ إخباري هذا. ها؟ إخبار يعني خبر. قل من رب السماوات. إيش نوع الاستفهام هذا؟ استنكاري يا شيخنا. كيف عرفتوا استنكاري؟ كيف انكاري؟ هاي مشايخ هذا استفهام إنكاري، الغرض منه الإخبار، عرفتم؟ أنا قلت إخباري أول. أحسنتم، هذا هو الغرض منه الإخبار. قل من رب السماوات والأرض قل الله. قل الله الغرض منه إيش؟ الإخبار. نعم تفضل. نعم. قل من رب السماوات والأرض قل الله. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون. قل أفاتخذتم ولا أفاتخذتم؟ الذال المعجمة وش عليها؟ فتحة شيخ. أفاتخذتم الذال ساكنة. الذال ساكنة اي خلاص. هذه والتاء بعدها مضاعفه. أفتخذتم. والدال التاء بعدها ايش؟ التاء بعدها ويش؟ ميم. التاء ماذا على التاء بالضبط؟ الحركه يا شيخ مضمومه. يا شيخ معلش مضمومه، ضمه مشدده مضمومه، بس ما عندي شده والله يا شيخ، بس ضمه هنا عندي. التاء الاولى مش الثانيه، في تاء أفتخذتم في الأولى ولا الثانية يا شيخ؟ الآن حبايب الله يرضى عليكم. أيوة. الآن الذال وش عليها؟ الذال سكون. الذال عليها سكون؟ الذال ساكنة. أيوه. الذال عليها سكون، ممتاز. والتاء المثنى وش عليها؟ في اتخذتم في الأولى مشددة طبعا الأولى، وفي لا التاء اللي بعد الذال مضمومة يا شيخ. أيوة. إذن حيكون حكمه إيش؟ قل أفتخذتم، حيكون حكمه هنا إيش؟ حيكون حكمه هنا الإظهار، إظهار الذال وليس الإدغام. ما هي أفتخذتم؟ هذه قراءة موجودة نعم فعلا عند ابن عامر الشامي. عند ابن عامر الشامي لا، فما تقول في الحالة هذه الذال لا شيء عليها في الضبط، والتاء مشددة مضمومة، فنقول أفتخذتم، لكن هنا عندنا كل لفظة اتخذتم حكمها الإظهار. قل أفتخذتم. تفضل. حاضر. قل أفت
اتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل كذلك يضرب الله الحق والباطل كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذي هنا ربنا عز وجل لما يسأل ربنا تبارك وتعالى ويخبر بعد ذلك قل من رب السماوات والأرض قل الله هنا قل أفاتخذتم هذا هو السؤال الإنكاري ينكر عليهم ربنا عز وجل بعد أن بين لهم توحيده وإلهيته أنهم يتخذون من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا فضلا أن يملكوا لغيرهم فضرب بذلك مثالا قل هل يستوي الأعمى والبصير ثم قال أم هل تستوي الظلمات والنور هل عندكم شك واشتباه فكما لا يستوي الأعمى والبصير ولا تستوي الظلمات والنور فجعل الأعمى مقابل الظلمات وجعل البصير مقابل النور فكذلك لا يستوي ما أنتم فيه وهذه من الأدلة والبراهين على إفراد الله ووحدانيته تبارك وتعالى قل الله خالق كل شيء أي شيء يخطر في بالك وما لا يخطر في بالك خالقه الله تبارك وتعالى لا غيره عز وجل وهو الواحد من أسمائه القهار تبارك وتعالى ثم بين بربوبيته ما دل على إلهيته أنزل ربنا عز وجل من السماء هذا الماء فسالت به الأودية فصار به سيل فالسيل احتمل زبدا رابيا يراه الناس ومما يوقد وضرب مثال بما يوقد عليه أهل الذهب والمعادن يوقدون النار على هذه الحلية ليخرج خبثها ويبقى حليتها خبث الذهب خبث الحديد خبث الفضة ويبقى المعدن الحقيقي فضرب الله هذا المثال بهذا المثال ثم وبين أن مثال هذا الزبد سواء كان من هذا السيل أو كذا هو وبقاء الماء كما هو وبقاء المعدن هو مثال الحق والباطل فالزبد يذهب جفاء والذي ينفع الناس هو الذي يمكث فين هو الذي يمكث في الأرض وهو الذي يحتاجه الناس يذهب جفاء يعني يذهب ويضمحل تذهب الشبهات والشهوات
ويبقى القلب في معدنه خالصا براقا موحدا تعرض الفتن على القلب عودا عودا، فما من قلب أشربها حتى تنكت فيه نكتة سوداء، وما من قلب لفظها حتى تنكت فيه نكتة بيضاء، فتصبح القلوب على قلبين أبيض كالصفا موحد لا يخشى شيئا فضل عز وجل، لا تضره شبهة ولا شهوة، وأسود كالكوز مجيخيا مربادا لا ينكر منكرا ولا يعرف معروفا إلا ما أشرب من هوا. فلذلك الإنسان إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم فجددوا إيمانكم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فيحرص الإنسان على تجديد الإيمان وعلى مجالسة من يجدد له إيمانه. يا أبا موسى ذكرنا ربنا، تعال بنا نؤمن ساعة، لأن الجرباء تعدي، والإنسان إذا خالط الطيبين أخذ من خيرهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه ولا تشم منه إلى راحة طيبة، أما نافخ الكير إما أن يحرق ثيابك ولا تشم منه إلى راحة خبيثة. فلذلك كما قال عليه الصلاة والسلام، المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فالجرباء تعدي، وهذه الأخلاق تنتقل وتنتشر، فكلما جالس الإنسان الطيبين أخذ من أخلاقهم، وكلما جالس الأشرار والسيئين أخذ أيضا من أخلاقهم، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. للذين استجابوا لربهم الحسنى. الله 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 أكبر، الحسنى الجنة يا رب يا رب. وللذين استجابوا لربهم بالتوحيد وانقادوا له بالإيمان والعمل الصالح في الجوارح وفي القلوب، هادول لهم الحسنى، يعني حياة حسنة، حياة طيبة، صفات ومناقب يعرف عنهم الجميع. أيها الكرام، ليش أيها الكرام الفضلاء، كل من يراهم يحسنون إليه لأنهم قد تشروا بالأخلاق ليش الحسنة. هذا فين؟ هذا في الدنيا. ثم تكون العاقبة الحميدة الجميلة فين؟ في الجنة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى هي الجنة وزيادة النظر وجه الكريم. ازرع جميلا ولو في غير موضعه فلا يضيع جميل أينما زرع، إن الجميل وإن طال الزمان به فليس يحصده إلا الذي زرع، كما قال أبو الفتح البستي. كلام، ازرع جميلا، هذه الأخلاق الحسنة ولو في غير موضعه، لو في إنسان ما يستحقه، فلا يضيع جميل أينما زرع، إن الجميل وإن طال الزمان به، مهما أنك أنت طالما زرعت في الناس الجميل فليس يحصده إلا الذي زرع. فالجزاء من جنس العمل. نعم. والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. وبئس المهاد، حقق الكسرة، وبئس المهاد. ومأواهم جهنم وبئس المهاد. تريد النجاة أخي الحبيب، عليك اليوم أنك أنت وكل يوم تمسك سورة الرعد وتعيد التأمل فيها من جديد، الله يرضى عليك، تجمع المتناقضات وتجمع الأضداد. شوف ربنا عز وجل وش قال، للذين استجابوا لربهم الحسنى، ثم بعد ذلك والذين لم يستجيبوا له، الذين أشركوا به وعصوه تبارك وتعالى وأساءوا فيما أمرهم ربنا عز وجل بالأعمال السيئة وضيع حقوق الرب وضيع حقوق العبد، يأتون يوم القيامة، يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا.
في تلك اللحظة لو هم أموال الدنيا كلها، ولو أن لهم ما في الأرض جميعا من الأموال والذهب والفضة والعقارات ومثله معه كمان ضعفه يعني، لافتدوا به مما يرون من العذاب يوم القيامة، ما تقبل منهم. ليه؟ لأن انتهى وقت العمل، انتهينا خلاص، الآن وقت الجزاء، الآن وقت الجزاء. أولئك لهم سوء الحساب، نكر مضافة تدل على العموم، كل أنواع السوء اللي تمر على ذهنك تجدها يعذبون بها يوم القيامة. والخاتمة مأواهم جهنم وبئس المهاد وبئس المقر والمسكن والمستقر، عافنا الله وإياكم. نعم، ثم تنتقل بنا السورة نقلة عجيبة وجميلة لكي توضح لنا ما ينبغي للمسلم أن يتصف به من الصفات، وهذا هو كمال العلم. كمن هو أعمى أيضا، إحنا ما زلنا في النقيضين، الله أكبر. سورة عجيبة غريبة عجيبة، سبحان الله الرعدة هذه، ما زال الكلام في النقيضين. كل ما ربنا يأتيك مثال إيجابي يأتي لك بالمثال السلبي لتتبع الإيجابي وتترك السلبي. ما أنا محتاجين يا أحباب الكرام، وإن كان لا حرج في ذلك يعني حضور دورات ما يسمى بفن التعامل وكذا، لكن اقرأ القرآن يا أخي، واقرأ معه تفسير من التفاسير الجميلة مثل تفسير الشيخ السعدي، تفسير رشيق وقشيب وعبارته واضحة جميلة، يعني قشيبة رشيقة، لكي تعرف إن الذي يقرأ القرآن خلاص ما يحتاج لشيء. الشيخ صالح علي الشيخ يسألونه المكتبة الكبيرة العجيبة كده، قال أنا لا عندي مزرعة ولا عندي أصحاب، أنا حياتي مع الكتب، وأسأل الله أن يغفر لي، حياتي كلها مع الكتب. عنده مخطوطات نادرة برواية ابن أبي الوقت للبخاري والسجزي، مخطوطات نادرة ما هي موجودة، لأن حياته كلها مع الكتب، حياته كلها مع الكتب. أيها الكرام الفضلاء، إلزم الشيخ هذا الشيخ صالح علي الشيخ، وبالذات في أمور العقيدة، رجل عقدي مؤصل، نزل مقاطعه ونزل دروسه وابدأ كنش واختصر جزاك الله خير وانتفع، خلاص الحياة منتهية، يموت الكبير. اليوم أحد، سبحان الله، أحد أحبابنا والده مات يوم الخميس، سووا له عملية كده في الركبة، سبحان الله، صار له بعض المضاعفات رحمه الله رحمة واسعة، يعني قال لزوجتي يعني أعدي لي طعام الفطور، سبحان الله، ذهبت تعد له طعام الفطور، رجعت لقيت نايم، تصحي لقيت ميت، وجدته ميتا. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته على آلة الحدباء يوما محموله. فلذلك كلنا ذلك الرجل، بكرة النار يقول لك فين نميري، والله خلاص صاعدت الروح إلى باريها، نسأل الله أن يعسلنا، أن يختم لنا بخير، أن يجعل آخر كلام في الدنيا لا إله إلا الله. هذا خلاص كأس يشرب منه الجميع، كأس يدور على الجميع أيها الكرام الفضلاء. فماذا قدمنا وماذا نريد أن نقدم لله تبارك وتعالى؟ نحن لا ينبغي لنا أن يطول عشم، يعني أن يطول طمعنا في هذه الدنيا. لا، معاذ بن جبل مات عمره صغير، ما كمل 34 سنة، قال مرحبا بالموت حبيب أتى على فاقة، مرحبا بالموت حبيب أتى على فاقة، وينك أنت؟ قال له، ومات بالطاعون، وكان يقول اللهم اجعل لآل معاذ منه أوفر الحظ والنصيب، ومات بالطاعون في عمواس، وزوجه مات وابنه مات بالطاعون. سأل الله أن يحسن خواتيمنا جميعا، أن يميتنا ميتة يحبها تبارك وتعالى في غير ضراء مضرة، لا مبدرين ولا مغيرين. هذه الحياة لا تطمع فيها إلا بالعمل الصالح، ما يمر عليك يوم إلا وقد ازددت شيئا في القرآن، ازددت شيئا في سنة العدنان، ازددت شيئا في الأعمال الصالحات، ما يمر عليك يوم أنت فيه سلبي لا تحسبه من عمرك أبدا، ولا تفرح بهذا اليوم، بل تحزن وتبكي، لأن الصحائف هناك تنتظرك، بيد الصحائف لا سود الصفائح، في متونهن جلاء الشك والريب. هذا الذي نحن نريد، وهذا الذي نحن نريد، أن الله عز وجل يحسن لنا الختام فيكون مأوانا جنات النعيم، وليس دركات الجحيم حيث الجوع الشديد والعطش والنار الحامية والزقوم والزمهرير والضريع وكل أصناف العذاب. لا، نريد أن يكون من أهل الجنة جميعا حيث رؤية الباري تبارك وتعالى.
وحيث لا نصب فيها ولا صخب ولا تعب، إن لكم فيها أن تشبوا فلا تهرموا، مجامرنا فيها الألوة إن شاء الله عز وجل، نحسن الظن بربنا عز وجل، ومع حسن الظن نحسن العمل أيضا. نعم فضل. أكمل. أنا خلصت الوجه شيخ. طيب زاكم الله. انتهى الوجه. طيب زاكم الله. مش عارف. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبر. الآن تتأمل من هنا، تتأمل أيها الكرام الفضلاء، أفمن يعلم؟ الله عز وجل الآن يفرق ما بين أهل العلم والعمل والأضداد كما كنا المتناقضات، يفرق بين ربنا عز وجل بين أهل العلم والعمل ومن دونهم. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق، هذا معناه أنه هو فهم وعمل، هذا فهم وعمل، هذا هو الكمال. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ولذلك النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم يوضح فضل العلم والعمل، ولذلك قال علي هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. فدائما ولذلك يأتي الرجل يسأل فيقول يا بني أتعمل بكل ما تسأل؟ قال لما تستكثر حجج الله عليك. وأبو الدرداء يقول والله إني أحمل هم العمل، فإن الله عز وجل يقول علمت، يعني فهل عملت، أعمل هم العلم، يقول علمت فهل عملت بما علمت. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي موسى الجميل جدا عند البخاري وغير يقول مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا مطر ونزل على الأرض فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، هذا اللي هو علم وتعلم، وكانت منها أجادب أمسكت الماء صحاري فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. ضرب الآن ثلاث أمثلة النبي عليه الصلاة والسلام، ويأتي التفصيل بعد الإجمال. فذلك مثل من فقه في دين الله فنفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم، إما أن يكون مثل القيعان أو الأجادب، إنما أن يكون مثل هذه الأرض آسف النقية أو الأجادب. والنوع الثالث ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، اللي هو الأرض ليش؟ الأرض القيعان، نسأل الله السلامة والعافية. فهذه ثلاثة أمثلة. المثال الأول هذه الأرض الأولى النقية اللي ضرب النبي بها المثل عليه، المثل عليه الصلاة والسلام، أرض خصبة نقية لا فيها حشرات ولا ديدان، يعني ما فيها شبهات. هو قلبك أخي المسلم
قابلة الماء يعني قابلة هذا الهدي الذي ولذلك صور بالماء لأنه تحيا به الأرض فأنبتت الماء فأنبتت الزرع. هذا مثل الذي تفقه وعلم بما وعامله بما علم وعلم غيره، هذا الخيرية الأولى. النوع الثاني أرض مجذبة لكنها تمسك الماء لكن لها لا تنبت الزرع، لكن عبارة أصبحت خزانات لهذه المياه تحفظ الماء وتمد بها غيرها فينتفع بها الناس فيشربون ويسقون ويسقون مواشيهم ويزرعون الأراضي الخصبة الأولى النقية. فهي إن لم تنتفع بالغيث في نفسها فإنها نفعت غيرها من الإنسان والحيوان والأراضي. وهذا مثال لمن يحفظ ولا يعمل، ما عنده رسوخ في العلم لكن هو حفيظ ما شاء الله، لكن ما عنده رسوخ في العلم يستنبط به المعاني وليس له اجتهاد في العمل لكن يحفظ ويبلغ للناس، يأتون عليه يأخذون منها العلم ويعملون فينفع به الآخرين. هذا العالم الذي يعلم غيره لكن لا يعمل بعلمه، كالشمعة تضيء لنفسي للناس وتحرق نفسه. والنبي قال كما في السلسلة الصحيحة وفي الترغيب والترهيب لا تكن كالسراج يضيء للناس ويحرق نفسه. والنوع الثالث الخسيس أرض قيعان، والقيعان جمع قاع، وهي أرض متسعة ملساء لا نبات فيها، أرض السبخة لا تنبت زرع ولا تمسك ماء، فلم تنتفع بالمطر ولم ينتفع غيرها، وهذا شر أقسام الأرض وأخبثها. وهذا مثال المسلم الجاهل أو المسلم العالم الذي لم يعمل بعلمه ولم يعلم غيره، هذا هو من لم يرفع بذلك رأسه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ضرب بذلك مثال في حديث الأترجة، ضرب بذلك مثال عليه الصلاة والسلام في حديث الأترجة الذي هو أيضا حديث عظيم، وأيضا من رواية أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه عند البخاري. مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأترجة، طعمها طيب وريحها طيب، قيل الأترجة هي الكمثرة هي التفاح، المهم هذا المثال الأول يعني عالم وعامل. طيب والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة، مثل إيش؟ التمرة طعمها طيب ولا ريحة لها. هذا المؤمن الذي طاب باطنه بالإيمان وقام بالواجبات لكنه لا يقرأ القرآن، لا يقرأ القرآن، فهو طعمه طيب لكن لا ريح له، وهذا الطعم جاء من الإيمان الذي في نفسه لكن ما ينتفع به الناس. ومثل المنافق اللي ما يقرأ الذي يقرأ القرآن، هذا منافق جوا ما في إيمان في قلبه ولا يعمل به، يتظاهر بس أما نسى أنه مؤمن، فهذا مثله أيها كالريحانة، للظاهر طيب ولكن في الباطن خبيث. والنوع الرابع وهو أخسها المنافق الذي لا يقرأ القرآن، فباطنه خبيث وظاهره خبيث. وهذه تقسيمات الناس لأربعة أنواع، إما مؤمن أو غير مؤمن، وإما منافق صريح النفاق أو ملحق بأهل النفاق. فإما المؤمن أن يكون مواظب على القراءة يعني العلم والعمل، أو يكون علم بدون عمل، وهذا يبين كل فضيلة العلم مع العمل، هذا كل يبين فضيلة العلم مع ليش مع العمل. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى لا يستوون أبدا، إنما يتذكر أولو الألباب أصحاب العقول الرزينة الكاملة اللبيبة. فوضح ربنا حتي معنا 10 صفات أو قريب من ذلك نحاول أن احنا نتخلق بها، الذين يوفون بعهد الله التوحيد
ولا ينقضون الميثاق بالشرك ويصلون ما أمر الله به أن يوصل، كل ما أمر الله به أن يوصل يوصل من الإيمان به وبرسوله ومحبة رسوله عليه الصلاة والانقياد بعبادته وطاعته، وأيضا بعد ذلك هي عبارة عن دائرة الحقوق، الحق له والحق الله، بعد ذلك حق الرسول عليه الصلاة، بعد ذلك حق الوالدين، بعد ذلك حق الأقارب والأرحام، وحق الأزواج، وحق الناس جميعا. ها هو المقصود بهم. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. أعد ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أحسنتم. أحسن الله عليكم. أقول نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. كذلك أرسلناك في أمة قد أخلت من قبلها أمم. ثاني قد أخلت. قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. ولو أن قرآنا
صيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. فخم بل... سيرت ولو أن قرآنا صيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. يبين ربنا عز وجل فضل القرآن على سائر الكتب المنزلة فيقول ولو أن قرآنا يعني ما يقرأ من الكتب السابقة زبور توراة إنجيل سيرت به الجبال عن أماكنها أو قطعت به جنانا وأنهارا أو كلم به الموتى لكان هذا القرآن. فكلمتنا القرآن المقصود بها الكتب المقروءة. فلو أن من معجزات الكتب المقروءة أن تسير به الجبال من الأماكن أو تقطع به الأرض جنانا وأنهارا أو يكلم به الموتى لكان هذا القرآن. بل لله الأمر جميعا هو الذي يأتي بهذه الآيات يسير الجبال يقطع الأرض أو يتكلم الموتى. فما بال الذين يكذبون يريدون ويقترحون ما يريدون من الآيات. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. هذا بيد الله عز وجل. ولا يزال الذين كفروا على كفرهم مصرين لا يتعظون ولا يعتبرون رغم ما ينزل بهم من الآيات وما يحل بهم من القوارع. ونحن لسنا عن كوفيد-19 ببعيد وأيضا ما ينزل من القحط والجد إلى غير ذلك لكن الله لا يخلف وعدهم تبارك وتعالى. نعم فسيأتي وعد الله عز وجل نعم الذي لا يمكن لأحد أن يرفعه أو أن يمنعه. نعم ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. يعني هذا تسلية لرسول الله عليه الصلاة والسلام إذا استهزأوا بك فقد استهزأوا برسل من قبلك. كان مر معنا في سور كثيرة ونحن ما يأتي معنا من استهزائهم بأنبياء الله عز وجل. وكما مر معنا في هود وفي يوسف إلى غير ذلك من مثل هذه السور. فهذا هو سبيل من أخذ الدعوة. وهذا فيه تسلية أيضا للدعاة من باب أولى. إذا سخر منك أحد ولا استهزأ بك أحد فقدوتك رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأمليت للذين كفروا يعني أمهلتهم وأملي لهم إن كيدي متين. فظنوا أن الله قد نسيهم كان ربك نسيا وأنهم غير معذبين. ثم أخذتهم وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. نعم تفضل. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول
بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل. مد المد اللازم وصدوا. بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. ولذلك ربنا يقول أيضا سؤال استفهام الغرض منه الإنكار عليهم، أفمن هو قائم ومن هذا اسم الله القيوم، فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت يجازيها عاجلا أو آجلا عدلا وقسطا، وهو الله تبارك وتعالى. وهذا أيضا فيه كما قلنا المتناقضات، الشيء ونقيضه، كمن ليس كذلك. ولذلك قال وجعلوا الله شركاء، وهو الواحد الأحد الصمد الذي لا شريك له ولا ند ولا نظير. فهنا قال الله عز وجل لهم متحديا سموهم لنعلم أحوالهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض، يعني هؤلاء الشركاء أعلموهم به أم أنه ما كان يعرف لا يعلم بهم تبارك وتعالى، أم بظاهر من القول، يعني غاية ما يمكن من دعوة الشرك له تعالى أنه بظاهر أقوالكم، وأما في الحقيقة فلا معبود بحق إلا الله تبارك وتعالى. لكن زين لهم هؤلاء الكفار هذا المكر الذي مكروه، وهذا الكفر وهذا الشرك بتكذيبهم لآيات الله الدالة، وله في كل شيء آية تدل على أنه الواحد. فبهذا التزيين الباطل صدوا عن السبيل وعن الطريق المستقيمة وضلوا، فلم يجدوا لهم من يهديهم، لأنه ليس لأحد من الأمر شيء، إذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. نعم، لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق. فخم الراء، ولعذاب الآخرة راء، فخم الراء، ولعذاب الآخرة أشق. وما عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا، ليه؟ لأنه شديد ومستدام سرمدا أبدا. نعم، وما لهم من الله من واق، يعني ليس لهم وقاية من عذابه تبارك وتعالى. أحسن أحسن. نعم، جزاك الله خير. أبو مصعب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار. انتبه يا أبا مصعب للنون المشددة والنون الساكنة. مثل الجن من تحتها النون المشددة والنون الساكنة اللي هي العارية الغنة. أحسن الله لك، تفضل. مثل الجنة، مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار. من تحتها الأنهار، من تحتها الأنهار، من تحتها الأنهار، أكلها دائم وظلها. دائم ودائم ودائم وإدغام إدغام بغنة. تفضل. أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. ولذلك كم نهر يا أخواني تجري من تحتها الأنهار، كم نهر يجري من تحتها، كل واحد في الجنة عنده كم نهر على الأقل؟ أربعة أنهار من ماء غير آسن، من لبن لم يتغير طعمه، من
خمر لذة للشاربين من عسل مصفى أنهارها تجري من غير أخدود سبحان ممسكها عن الفيضان. الله أكبر الله أكبر. يا سلعة الله لست رخيصة ولكنك غالية على الكسلان. يا سلعة الله ليس ينالها في الألف إلا واحد الاثنان. هي جنة طابت وطاب نعيمها فنعيمها باق وليس بفاني. الله يوعدنا وإياكم الله يوعدنا وإياكم. تفضل اللهم أكمل. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أعد الراء عليها ضمة ينكر ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما الضاد من ينكر بعضه ضاء فتحة ضاء ومن الأحزاب من ينكر بعضه من ينكر بعضه ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به أن أعبد الله ولا أشرك به مد متصل مد منفصل ولا أشرك به أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. الأحزاب المقصود بها اللي هي طوائف الكفار المنحرفين يهود نصارى إلى غير ذلك. نعم. ومن هم الذين ينكرون هذا القرآن ولا يصدقونه. نعم. وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من أهواءهم مفعول به أهواءهم ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ولقد أرسلنا رسلنا من قبلك اظهر لام الفعل ولقد أرسل سل لام الفعل ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله كل أجل كتاب. يا سلام. ما في رسول يأتي بآية إلا أن يأذن الله فيها بما قضاه وقدره لكل أجل كتاب لا يتقدم ولا يتأخر. كتاب بمعنى مكتوب. نعم. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. يمحو الله ما يشاء من الأخدار وفي قراءة ويثبت ما يشاء منها وهذا هو المحو والتغيير في غير ما سبق به علمه وكتبه قلمه فإن هذا لا يقع فيه التبديل ولا التغيير لأن ذلك محال على الله أن يقع في علمه نقص أو خلل ولذلك قال وعنده أم الكتاب يعني اللوح المحفوظ الذي ترجع إليه سائر الأشياء فهو أصلها وهي فروع وشعب فالتغيير والتبديل يقع في الفروع والشعب كأعمال اليوم والليلة التي تكتبها الملائكة ويجعل الله عز وجل لثبوتها أسبابا ولمحوها أسبابا لا تتعدى تلك الأسباب ما رسم في اللوح المحفوظ
كما جعل الله البر والصلة والإحسان من أسباب طول العمر وسعة الرزق، وجعل المعاصي سببا لمحق البركة، وجعل أسباب النجاة من المهالك والمعاطب سببا للسلامة، وجعل التعرض لذلك سببا للعاطب، فهو الذي يدبر الأمور بما تقتضيه قدرته وإرادته، ولا يخالف ذلك ما قد علمه وكتبه في اللوح المحفوظ فيتنبه لهذا. هذه آية مهمة جدا في هذه المسائل العقدية. نعم. وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ. فإنما مد لازم، فإنما عليك، فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. هذا تسرية لكل داعية، أنت المطلوب منك البلاغ، بيان الحق للخلق، الحساب إنما هو لله تبارك وتعالى، أنت عليك بيان الحق للخلق، وما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ، فلعلك باخع نفسك على آثار إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. نعم. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. قيل بموت العلماء، يا سلام. هذا أولم يروا، سؤال استفهام الغرض منه الإخبار. أولم يروا أن أولم يعلموا ننقصها من أطرافها. قيل بموت العلماء، وقيل بإهلاك المكذبين واستئصال الظالمين، وقيل بفتح بلدان المشركين وانتشار الإسلام بها. سبحان الله. أيوه. نعم. والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع. وهذا الحكم حكمه الشرعي والقدري والجزائي، هذا هي والله يحكم، حكم شرعي وحكم قدري وحكم جزائي، فهذه الأحكام التي يحكم الله فيها في غاية الحكمة والإتقان، لا خلل فيها ولا نقص. وإن بدا لك بغض ما يعني إن بدا لك يعني أن ما فيها ينزل مصيبة عليك أو شيء من هذا القبيل ففيه الخير، فلا مصيبة محضة ولا ضرا محضا، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، فلا شر محض فيما يقضيه الله ويقدرهم، ولرب أمر معسر لك في عواقبه الرضا، ولربما اتسع المضيق ولربما ضاق الفضاء. نعم. والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. لا ما في مد، ما في مد، مد طبيعي. وهو سريع الحساب. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا. أيوة. هذا المكر صفة فعلية لله عز وجل برد مكر الماكرين عليهم، يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. نعم. يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكافر لمن عقب الدار. أحسنت، لكن ما هي في روايتنا، هذه في قراءة أخرى، لكن هنا بالجمع وليس بالإفراد. وسيعلم الكفار، وسيعلم الكفار لمن عقب الدار. أحسنت. أحسن عليك، جزاك الله خير. هنا الأمر بالمشورة، وأمرهم شورى بينهم. إن أحببتم أن نتوقف عند هذا القدر فكما تريدون، وإن أحببتم أن نكمل سورة إبراهيم كما تريدون، الأمر بعد الله لكم، فماذا تشيرون علي؟ أنا ما عندي مشكلة، أنا معكم للصبح. ما تحبون شيخنا بعد إذنك أبو سلوى أبو سحر في بس الأخبار قبلك، الله يسلمك. يلا اقرأ يا فارس، وطبعا بعد فارس حيقرأ حبيبنا أخونا أبو سحر بعدين فضيلتكم. لا 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 لا، أنا في النهاية لأن معانا الشاب على التليجرام.
لا الشباب معانا على التليجرام من الكونغو لأن عندهم الشبكة ضعيفة حنا سجعلهم يقرؤون ولكن ما يحصل. طيب أوكي. طيب تفضل فضيل. تفضل. فارس يقرأ لنا ولا مين؟ تفضل فارس. طيب ما في مشكلة. يلا تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. كمل. يعني حتقرأ واحدة يعني ثم تقرأ الوجه كله. الله فارس بس الله أضحك الله سنك يا فارس. طيب لأجل هذا ستأتي بكل أوجه آخر السورة مع البسملة مع أول السورة كل الوجوه تجبهنا الآن إن شاء الله. طيب. فضل أبشر أعيد لها من أولها. لا لا تأخذها بس ومن عنده علم الكتاب. أبشر ومن عنده علم الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزل. أيوة هذا الوجه الأول وهو صلة الجميع نصل آخر السورة بالبسملة مع أول السورة الجديدة. الوجه الثاني يتفضل. ومن عنده علم الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الوجه منهي عنه. هذا منهي صح سيدك. هذا الوجه منهي عنه وهو آخر الآية مع البسملة هذا منهي عنه. الوجه الثاني البسملة مع الأول آية الأخرى. الوجه الأول صلة الجميع والوجه الثاني قطع الجميع. تفضل. ومن عنده علم الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را. طيب الوجه الثالث هو قطع الأول وصلة الثاني بالثالث. ومن عنده علم الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را. والوجه الرابع المنهي عنه هو الذي أتيت به وهو صلة الأول بالثاني وقطع الثالث. تفضل. الصوت ضعيف عندي ولا عند الجميع بعد إذنكم؟ عنده يا شيخ عنده. طيب. عندنا واضح يلا توكل. بعيد يروح ويأتي يا شيخ بعيد. معلش يلا توكل على الله. بسم الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الله مش الله. يا فارس هلا شيخ. هنا لفظ الجلالة مرفوع ولا مخفوض؟ الله. انت شوف عندك يا فارس ليس امامك المصحف مخفوض بالكسر يا شيخ.
طيب خلاص انت 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 رفعتها، وهنا حفص يخفضها ولا يرفعها، ابن عامر وغيره كده يقول لك الله، لكن هنا الله الذي. لا ما ادري شيخ. تفضل 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 لا بأس. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبر شكور. أحسنت جزاك الله خير شيخنا. نعم تسمح لي بسؤال يا شيخ بعد الدرس إن شاء الله؟ أبشر. تفضل يا أبو سحر تبغى تتكلم شيخنا في سورة إبراهيم ولا في آخر الدرس إن شاء الله؟ في آخر الدرس تفضل. فضل أبو سحر. بسم الله الشيطان الرجيم. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. هذه نقطة مهمة جدا. هنا يقول لهم اذكروا نعمة الله عليكم، وهذا يكون بالقلب اعتقادا وباللسان شكرا وبالجوارح عملا. فهو الذي أنجاكم من فرعون ومن قومه الذين كانوا يسومونكم يعني يولونكم سوء العذاب أشده فيذبحون الأبناء الذكور ويبقون النساء ويستحيون نساءكم فلا يقتلونهن وفي ذلكم الإنجاء. اختبار عظيم من الله ليبلوني أشكر أم أكفر. أو في ذلك العذاب الذي ابتليتم به من فرعون وملئه ابتلاء عظيم لكم من الله عز وجل لينظر أتعتبرون بذلك أم لا. فهنا يحتمل المعنى الأمرين معا، وفي ذلكم ممكن ترجع على البلاء فهل تصبرون أو لا، وممكن ترجع على الإنجاء فهل تشكرون أم لا. أي نعم تفضل. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى تأذن يعني أعلم ووعد الله عز وجل أعلمكم ووعدكم إذا شكرتم يزيدكم في النعم وإذا كفرتم وجحدتم يزيل عنكم النعم. ولذلك قال الأولون في المثل من شكره زاده ومن جحده كاده، من شكره زاده ومن جحده كاده. فالله يجعلنا وإياكم من إيش؟ من الشاكرين ولا يجعلنا وإياكم من الجاحدين. نعم. وقال موسى إن
تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. هنا وقف رسلهم أفي الله هذا سؤال استفهامي الغرض منه الإخبار والبيان. وألم أداة استفهام وجزم وقلب. ألم يأتيكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله لكثرتهم وأن أخبارهم قد درست وذهبت. كل هؤلاء جاءتهم رسلهم بالبينات والأدلة والبراهين الصادقات على صدق النبوة من هؤلاء الأنبياء، فماذا كان منهم؟ وضعوا أيديهم في أفواههم، دلالة على ماذا؟ دلالة على كفرهم وعدم تصديقهم. نعم. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. وهذا السؤال استفهامي الغرض منه الإنكار. أفي الله شك؟ أفي الله شك الذي بين لكم كل شيء وله آياته الباهرات الدالة عليه وعلى وجوده تبارك وتعالى، ومنها أنه خلق السماوات والأرض تبارك وتعالى، يدعوكم لما ينفعكم ولما يصلح أموركم، ليغفر لكم ذنوبكم ويثيبكم على أعمالكم ويؤخركم إلى أجل مسمى اللي هو يوم القيامة. فما كان منهم إلا أن قالوا أنتم بشر، لأجل هذا إحنا لا نؤمن بكم. فالكفر من أسبابه الحسد والعياذ بالله. فردت عليهم الأنبياء قائلة، نعم، قالت لهم رسلهم. صدر الأخ حسان. حسان شيخنا اللي عن طريق التليجرام ولا مين؟ أيوة، لكن يبدو أنا الآن لا أرى أحدا في المجموعة. نكمل فيما بيننا إن شاء الله. طيب تفضل دورك يا شيخ. تفضل القراءة عندنا. ايش تفضل القراءة عندي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال
قال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد معكم الله خير وإياكم ألم ترى أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص الآن تأتي موعظة الشيطان لا إله إلا الله انظروا لمن باع نفسه للشيطان كيف يتبرأ منه الآن إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراءوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب الآن الشيطان يعظ في عرصات القيامة نعم تفضل أبو حسن وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم الله ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي يعني لا مصرخكم يعني لست بمغيثكم مما نزل بكم من الشدة لأن الإنسان لما يكون في الكرب يصرخ أنقذوني أنقذوني قال لا 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 ماني فاضي لكم أنا ولا أنتم أيضا ستنقذوني وتغيثوني كل له قسطه من العذاب أعوذ بالله نسأل الله العافية والسلام اللهم أنجنا من الشيطان يا رب نعم إني كفرت بما أشركتموني من قبل لا تاني إني كفرت بما أشركتموني من قبل النون يا أبا حسن أحسن الله إلي وللسامعين وإليك النون مكسورة وليست بعدها ياء مادية بما أشركتموني من قبل من قبل تفضل إني كفرت بما أشركتموني من قبل لا 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 أشركتموني من نمن نون مكسورة وليست ياء مادية نمن قبل بما أشركتموني تفضل بما أشركتموني من قبل لا طب قف كده على أشركتمون قف عليها فضيلتك وقف اختباري
أشركتموني. لا أشركتمون. أشركتمون نون ساكنة ما بعدها ياء مادية، ما في باء بعدها فضيلتك، ستقف عليها بالسكون، نون مكسورة تقف عليها بالسكون. أشركتمون، أعد فضيلتك وقفا اختباريا. نعم أشركتمون. يا سلام. نعم أشركتموني عند غير حفص، عند غير عاصم، لكن إحنا هنا الآن كذا. طيب يلا أصلها الآن. بما أشركتموني من نمن 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 نم بما أشركتموني من قبل، نون مكسورة وليست ياء مادية. تفضل. بما أشركتموني من قبل. نعم. إن الظالمين لهم عذاب أليم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أسأل الله يجعلك من أهل الجنة، فهذه نعمة من الله، لا بحولنا ولا بقوتنا ولا بأعمالنا أبدا، إنما هي برحمة، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. نعم. تحيتهم فيها سلام. يا سلام، يعني حتى في الجنة يحيي بعضنا بعضا إن شاء الله بالسلام والكلام الطيب، هذا معنى تحيته فيها سلام. وأنا أتعجب كيف يستبدل الناس تحية أهل الجنة بتشاو وصباح الخير ومساء الخير وبونجور وبونسوار. يا أخي قول السلام عليكم الأول وبعدين قل ما تشاء، لكن ابدأ بالسلام. جزاك الله خير، تحية أهل الجنة وتحية الرحمن لسلام عليكم بما صبرتم، وتحية الملائكة اذهب إلى هؤلاء النفر فقل لهم السلام وانظر ماذا يردون عليك، فكيف نستبدل هذا بهذا؟ نعم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة. فخم الغنى. كلمة طيبة. نعم. وما هي الكلمة الطيبة هنا يا أحبابي؟ وش الكلمة الطيبة؟ لا إله إلا السلام. لا إله إلا الله والسلام. هي التوحيد. هي التوحيد. الكلمة لا الكلمة الطيبة هي لا إله إلا الله. هي لا إله إلا الله. نعم هذه الكلمة الطيبة. نعم. ولذلك الإمام ابن القيم رحمه الله سود صفحات طويلة في الكلام على الكلمة الطيبة في كتبه رحمه الله، كما في مفتاح دار السعادة وفي طريق الهجرتين، كلام جميل جدا على الكلمة ليش الكلمة الطيبة. نعم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة كشجرة. وما هي الشجرة الطيبة؟ وما هي الشجرة الطيبة؟ النخلة. يا سلام، ممتاز. نعم قيل هي النخلة. نعم أحسنتم. وأما حديث أكرم عمتكم النخلة فحديث موضوع لا يصح. نعم، لكن فيما هو أصح منه عند البخاري بن عمر كما قال عليه الصلاة والسلام شجرة كالمؤمن لا يتحت ورقها، قال هي النخلة. أي نعم صدق. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. مش عارف. تؤتي أكلها كل حين
بإذن ربها. أعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. ابدأ بكلمة اجتثت. اجتثت يا فارس. ابدأ بكلمة اجتثت يا فارس. اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. أحسنتم. نعم، هذه التاء المثنى مضمومة وألف الوصل قلنا في البدء تأخذ ضمة إذا كان الحرف الثالث في الكلمة مضموما، وتكون مكسورة إذا كان دون ذلك. هنا الحرف الثالث هو التاء المثنى الفوقانية مضموم، فنقول اجتثت وليس اجتثت، إنما في الدرج والوصل تأخذ حركة ما قبلها كما تفضلت بالقراءة. يلا أعيدها ثانية يا مشعل وحدها بدءا اختباريا. نعم، اجتثت. أحسنت، يلا أكمل. اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. قيل وفي الآخرة، قيل عند سكرات الموت، وقيل في الآخرة عند نزول القبر وسؤال الملكين، يثبت في إجابة من ربك وما دينك ومن نبيك، ويضل الله الظالمين. نعم، فيضلهم عن الصواب. نعم، فيقول ها لا أدري، سمعت أناسا يقولون قولا فقلت معهم. نسأل الله يثبتنا وإياكم بالقول الثابت يا رب. نعم يا رب، جزاكم الله خير. أستاذ كاكول، ألم ترى أخ كاكول؟ نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. جهنم يصلونها وبئس القرار. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله. قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. فخم الراء في مصيركم وفي النار، فخمها. فإن مصيركم إلى النار. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات
فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس وسخر وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. جزاك الله خير. أحسنت. فارس تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. طيب هل يصح أن نقول نعم الله تعد ولا تحصى؟ أي نعم شيء. والآية طيب اقرأ الآية. أثبت العد ونفى الإحصاء. أثبت العد ونفى الإحصاء فدل عنها تعد لكنها لا تحصى وهذا هو الإعجاز. وهذا هو الإعجاز أيها الكرام الفضلاء. وهذا هو الإعجاز إنك أنت لكي تعدها تعد لكن ما تستطيع أن تحصيها. ولقد ورد هذا التركيب القرآني ورد مرتين في إبراهيم وفي النحل. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم هذه النحل. وهنا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. طيب لماذا هنا قال إن الإنسان لظلوم كفار ولماذا قال في النحل إن الله لغفور رحيم؟ يلا أعتقد الشيخ لأنه في هذه الآية يعني ذكر الله سبحانه وتعالى أنه آتاكم من كل ما سألتموه يعني الله تفضل على العباد بجميع النعم. فبعدين هو والإنسان في هذه الحالة يعني ظلوم بأنه ما شكر على هذه النعم. أما الثاني والله ما أعرف يا شيخ. أنا قدامي الآية هذه كده استنتجتها يعني إنه الله أتاكم من كل ما سألتموه إنه الله يعني تفضل بالإنسان بجميع النعم يعني ولكن مع هذا النعم الكثيرة إنه الإنسان ظلم نفسه وكفر بأنعم الله. طيب ها يلا يعني يلا من بعض الإخوان طيب يقول فيها أيوة ممكن في آية إبراهيم ممكن يعني الله الصفحة اللي قبل بعد ما ذكر يعني خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر فمفترض الإنسان يتذكر بمثل هذه الأمور لكن إنه هو ظلم كفار نفسه يعني. طيب جميل وبعض وإيش تاني؟ هذا اللي الآن لو جيت في سورة النحل يا مشايخ تجدون أن الله عز وجل يتكلم عن نفسه وآياته صحيح؟ أين؟ وهو الذي سخر البحر لتأكل منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وألقى في الأرض وعلامات بالنجم هم يهتدون أفمن يخلق. فلذلك هنا قال إيش ختمها بإن الله لغفور رحيم. ليه؟ لأن الله تبارك وتعالى يتكلم عن إيش تبارك وتعالى نفسه يتكلم عن يتكلم عن نفسه العلية تبارك و تبارك وتعالى صح ولا لا؟ اي ويتكلم عن صفاته فختمها بشيء من اسمائه تبارك وتعالى غفور رحيم ففيها صفات المغفرة وصفات ايش الرحمة. هذا وجه. الامر الثاني جزاك الله خير ان الله عز وجل وضح عجز الانسان عن شكر الرحمن عز وجل
فختمها بغفور رحيم، أن الله عز وجل مع تقصيرنا وعجزنا فهو يغفر لنا ذلك ويرحمنا تبارك وتعالى. المسألة الثالثة ختمها بغفور رحيم ليبين أننا مهما فعلنا لن نطيق شكر نعم الله عز وجل علينا، صح ولا لا؟ مضبوط. نعم. ما شاء الله. نعم. وضحت هذه يا مشايخ؟ وضحت هذه. لكن في سورة إبراهيم هنا كان الكلام عليش على البشر، ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وحلوا قومهم دار البوار جهنم يصطون في بئس القرار وجعلوا الله أندادا ليضلوا عن كل عبادي الذي فهمت ولا لا. فهنا كل الكلام كان على الإنسان، فختمها إن الإنسان لظلوم إيش؟ كفار. مع النعم هذه اللي شايفها ومع ذلك يكفر بالله تبارك وتعالى، فختمها بظلوم إيش؟ بظلوم كفار. وضحت يا مشايخ؟ وضحت. واضح يا شيخ، واضح. مع ما تفضلتم أيضا بما أفدتم وأجدتم في ذكره، تفضل. نعم. هنا إذن هنا إذا أحد الناس قال قدامك إن نعم الله لا تعد ولا تحصى، نقول لا، أخطأت حال قلبي. نعم الله تعد لكنها لا تحصى، وهذا هو الإعجاز، إنك أنت مهما جلست إنك تعددها ما تحصيها، وهذا الذي أثبت الله العدة ونفى الإحصاء لنعلم كم نحن مقصرون في جنبه تبارك وتعالى. نعم. أكمل عمل أبو نايف. تفضل. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. نون مشددة. فإنك ومن عصاني فإنك غفور رحيم. رقق الفاء. فإنك رقق الفاء. ومن عصاني فإنك غفور رحيم. طيب هنا في سورة البقرة وإذ قال ربي اجعل هذا بلدا آمنا، صح ولا؟ قال إيش في سورة البقرة؟ جعلها نكرة، صحيح؟ اي نعم. وهنا في سورة إبراهيم ها؟ ايوه. ماذا قال ربنا عز وجل؟ هذا البلد رب اجعل هذا البلد آمنا، صح؟ اي نعم. طيب ما هو الجمع بينهما؟ ممكن الشيخ يكون في البلد انه يعني بعد ما سكن اهل ابراهيم يوم سكنوا مكه فصار في تحقيق البلد يعني. احسنت. هو ثم نعم لما ترجعون لايات سوره البقره وإذ قال إبراهيم رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، لم تكن كورة عامرة، عرفتم؟ لم تكن كورة عامرة، فأتت هنا بلد نكرة، فلما أصبحت كورة عامرة فأتت بلد معرفة. وضحت يا مشايخ؟ وضحت. الله أكبر. طيب كيف نضبط المتشابه عشان ما كده؟ طبعا كلمة إبراهيم اسم علم، فناسب هنا أن تأتي البلد معرفة، أما هناك البقرة كانت نكرة أن تذبح بقرة فأتت بلد نكرة، هذا من باب ضبط المتشابه، عرفتم؟ جزاك الله خير الشيخ. تفضل وياكم. نعم. ربنا أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع
بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ولذلك إنما تعمر البلاد بالصلاة والعبادة والتوحيد. أي والله شوف أول شيء إيش قال ربنا ليقيموا الصلاة، يعني يا رب اجعلوا موحدين مقيمين الصلاة، لأن الصلاة من أخص وأفضل العبادات، من أقامها كان له الخير والبركة والنماء، ومن ضيعها كان له السحق والمحق. ثم قال فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، يعني إيش تحبهم. فلو كان الإنسان بعيدا في أقاصي الدنيا يحب أن مكة، صح ولا مو صح؟ فلذلك ما قال فاجعل بشرا من الناس، لا، قال أفئدة من الناس. وإن شط بجسده وبدنه فإن فؤاده معلق بمكة وبالكعبة، يبيع ما كل ما يملك. بعض الناس والله في بلدان يبيع بيته ويبيع وينتظر بعد 30 سنة خدمة، أول ما يعطونه راتب نهاية الخدمة يأتي به لكي يحج، أحب إليه من كل شيء، حتى يسمون العمر الحج الصغيرة ويسمون الحج الحج الكبير، يقول لك فلان هذا جاء من الحج الصغير، فلان جاء من الحج الكبير الحج الأكبر. ففعلا تحققت الدعوة وأصبحت الأفئدة القلوب، ما قال قلوب تهوي إليهم، قال أفئدة. والفؤاد هو لب القلب، لب القلب تهوي إليهم من الهوي، يعني الحب، وتحب هذا الموطن وهذا الموضع سبحان الله. أي نعم، تفضل. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفي فعلى الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ولذلك استفتح في الدعاء بالصلاة وختم بالصلاة لعظيم أمرها، لعظيم أمرها. نعم. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في ترغيب والترهيب وسلسلة الجامع صحيح العلامة الألباني، من قال رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات فله بكل مؤمن ومؤمنة ومسلم مسلمة حسنة إلى يوم القيامة. نعم فضل. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. تشخص فيه الأبصار يعني تثبت فلا تتحرك ولا تطرف من شدة الأهوال. والإنسان تلقى سبحان الله لما يأتيه أمر كده مهول ومنظر مهول تجد أن بصره شاخص، أن بصره شاخص يعني لما يتحرك. وسمي الشاخص شاخص الحجر الذي يوضع لأنه ما عاد يتحرك. نعم نعم. أبو سحر تفضل. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. الهطع هو الإسراع، هو الإسراع
ما هذا معنى مهطعين يعني مسرعين، مقنعي رؤوسهم يعني رؤوسهم مرفوعة، غلت أيديهم إلى أذقانهم فهم مقمحون، يعني رؤوسهم مرفوعة وأيديهم مغلولة إلى أذقانهم، عافانا الله وإياكم. نعم. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لهم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم فإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض. جزاك الله خير أبو مصعب تفضل. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. ولذلك أرض الأرض يوم المحشر كما قال ربنا عز وجل يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار فتجدون الأرض هذه يوم المحشر. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث عند مسلم حديث الذي رواه سعيد الخدري قال الأرض يوم القيامة خبزة تكون خبزة واحدة مثل القرص النقي يكفأها الجبار بيده كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة. قال فأتى رجل من اليهود فقال بارك الرحمن عليك أبا القاسم ألا أخبرك بنزل أهل الجنة يوم القيامة قال بلى قال تكون الأرض خبزة واحدة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. قال فنظر إلينا رسول الله ثم ضحك حتى بدت نواجذه قال ألا أخبرك بإدامهم قال بلى قال إدامهم بالأم قال إدامهم بالام ونون بالام ونون قالوا ما هذا قال ثور ونون النون اللي هو إيش النون اللي هو ليش كبد الحوت كبد الحوت أيوة يأكل النون اللي هو الحوت يأكل من كبدها 70,000 يا الله. طبعا يتكفأها يعني يقلبها ربنا عز وجل وهو على كل شيء قدير كما يكفأ يقلب أحدكم خبزته من يد اليد بعد أن يجعلها يعني ما أنت الآن بتصنع الخبز شفت الخباز كيف يصنع الخبز يأخذ كده العجين من يد اليد كده ليه بعدين يحطه في التنور لكي يخبز هكذا يفعل الباري تبارك وتعالى كما يليق بجلاله وكماله عز وجل. ولذلك هؤلاء والنواجذ لأواخر إيش الأسنان اللي آخر الأضراس هذه يسموها النواجز آخر الأضراس يسموها النواجز هذه هي. وإدامهم بالام البالام هذه لفظة عبرية معناها الثور الثور والنون أيها الكرام الفضلاء هو الحوت الحوت هذا سبحان الله يسمون النون يؤكل من الكبد حقه تعرفون الكبد حقة الحوت سبحان الله وهي طيبة 70,000 قيل هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير إيش حساب خصوا بذلك سبحان الله خصوا بذلك ومنهم من يقول أن المقصود في ذلك قيل العدد
قيل العدد الكثير، قيل المقصود بذلك العدد، العدد الكثير. هذا كله تكرمة من الله تبارك وتعالى لأهل الجنة، كل هذا تكرمة من الله تبارك وتعالى لأهل الجنة. ونسأل الله عز وجل من فضله تبارك وتعالى، إنه على كل شيء، إنه على كل شيء قدير. نعم شيخ، طعام النون هذا هو نفسه في علاقة ما بينه وبين ذنون؟ هو هذا ما هو ذنون، يعني صاحب الحوت. النون في اللغة معناها الحوت، النون في اللغة معناها الحوت. نعم، وذنون إذ ذهب مغاضبا، يعني صاحب الحوت. مفهوم، جزاك الله خير. ليجزي الله كل نفس ما كسبت، إن الله سريع الحساب. هذا بلاغ للناس ولينذروا به، ولينذروا به، كلها مكسورة، وليعلموا، ولينذروا به، وليعلم، لا لا ولينذروا، ولينذروا، ولينذروا به، وليعلموا أنما هو إله واحد. لا لا، كل موصولة، وليعلموا أنما، وليعلموا أنما هو إله واحد، وليتذكر أولو الألباب. اللهم لك الحمد على التمام. طبعا سورة إبراهيم هي سورة مكية، وقال بعض أهل العلم عدا ما يكون من الآية 28 و29 هي قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة، وهي قول ربنا عز وجل: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا إلى جهنم يصلونها فمدنيتان، وهي من المئين، وقيل من المثاني، وآياتها 52، وهي السورة 14 في ترتيب المصحف، وتقع في الجزء 13، آخر سورة في الجزء 13، ونزلت بعد سورة نوح، واستفتحت بالحروف المقطعة ألف لام راء، وسميت بسورة إبراهيم لورود قصة إبراهيم فيها. وهذه السورة موضوعها الأساس هو العقيدة والوحي والتوحيد والبعث والجزاء، فكانت تتمة لما كان في سورة لما كان في سورة الرعد. وهذه السورة تنقسم إلى جزئين مهمين: الجزء الأول يعني يتضمن بيان حقيقة الرسالة وحقيقة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويصور المعركة بين أمة الرسل والمكذبين لهم سواء في الدنيا ولا في الآخرة، جزاؤهم كيف يكون. والجزء الثاني يتحدث عن نعم الله وعن الذين كفروا بنعم الله وما هو مآلهم، لتختم السورة: هذا بلاغ للناس. كما استفتحت بالكلام عن القرآن، وختمت أيضا بأن هذا القرآن بلاغ للناس، ولينذروا به، وليعلموا أنما هو إله واحد، وليذكر أولو الألباب. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، شكر نعمتك وحسن عبادتك، وقلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. نسألك اللهم من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. نسألك اللهم الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وما قضيت لنا من قضاء فاجعله خيرا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا وأصحاب الحق علينا
من كان حيا أطول عمره على الطاعة، من كان ميتا فاجع مثواه جناتك جنات النعيم. اللهم اجعل اجتماعنا مرحوما وتفرقنا معصوما، ولا تجعل معنا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما ولا معذبا بنار يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلادنا أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. نجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اقضي حاجاتنا واغفر ذنوبنا وسيئاتنا، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وارفعنا وانفعنا بالقرآن، واجعله لنا شافعا مشفعا وماحلا مصدقا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم احسن خواتيمنا، واجعل آخر كلامنا في هذه الحياة الدنيا لا إله إلا الله، عسلنا عند موتنا، اغفر زلاتنا وخطأنا وعمدنا وإسرافنا وتفريطنا في أمرنا، وكل ذلك عندنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا أحب عبادك إليك وأقربهم زلفى لديك، واجعل بيوتنا أحب البيوت وأقربها إليك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم زوج بنياتنا وأحصن فروجهن وفروجنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. واجعلنا من الذين يأخذون كتابهم باليمين ويدخلون الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب، إنك على كل شيء قدير. اللهم استرنا واجعل تحت الستر ما تحب يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم استرنا ولا تفضحنا بين يديك ولا بين خلقك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اقضي حاجاتنا واغفر زلاتنا إنك على كل شيء، وزلاتنا إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. تم الكلام ربنا المحمود له المكارم والعلى والجود، ثم الصلاة على المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ما لاح قمر وأورق عود، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تفضل بالسؤال يا فارس، ما هو سؤالك؟ السلام عليكم ورحمة وبركاته. وعليكم السلام. عندي بعض الاستفسارات الله يسعدك يا شيخ. الأول في آخر سورة الرعد ذكر الله سبحانه وتعالى وقد مكر الذين قلنا في الله المكر الجميع، برضو في سورة ثانية ويمكر ويمكر الله والله خير الماكرين، فهل هنا هل يعني نتبع سورة المكر لله؟ احنا ذكرنا ذلك في الشرح، واستدللت بالآية ايضا وقلت وهذا معناه، هذه صفة فعلية لله عز وجل، ومعناها ان الله يمكره بمكر الماكرين برد مكرهم عليهم، كصفة صفة الاستهزاء، ان الله عز وجل يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون إلى غير ذلك. كل هذه الصفات تثبت لله عز وجل، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون إلى غير ذلك برد استهزائهم عليهم تبارك وتعالى. نعم، جزاك الله خير شيخنا. السؤال الثاني، الله سبحانه وتعالى أثبت العد ونفى الإحصاء، صحيح؟ أي نعم. طب إيش الفرق بين عد الإحصاء يا شيخ؟ طيب الآن لما أقول لك عدد فوائد العين، ماذا إيش تقدر تقول؟ يعني أذكر، ما لما أقول لك عدد فوائد العين هل تستطيع أن تحصيها؟ لا، هذا المقصود به، هذا هو فعد الشيء، أن تقول الفائدة الأولى الثانية الثالثة الرابعة، والإحصاء هو الإحاطة بهذا العدد. هل تستطيع أنك أنت تحصي نعم الله؟ لا طبعا. لكن إذا أردت أن تعددها طال بك المقام، نعمة العين، نعمة اليد، نعمة البصر، نعمة السمع، نعمة كذا، فهذا هو معناه أن الله عز وجل أثبت العد، لأن النعم مشاهدة الناس تعرفها، فأثبت العد ونفى الإحصاء، وهذا تمام الإعجاز وكماله. وضحت؟ أحسن الله لك شيخ، اسمح لي بس آخر استفسار شيخ. لا لا خذ راحتك، احنا معك للصبح، خذ راحتك. الله يعطيك العافية شيخنا. الآن في
في الصلاة مثلا لو الإمام يا شيخنا إيش الأمور اللي هل أرد عليه في كل شيء؟ يعني مثلا سواء كانت في حركات أو إذا أخطأ في آية نسيها أو مثلا في مدود، هل المدود هذه يرد فيها عليه لو يعني ما جابها مثلا؟ لا، أنت الآن الإمام الذي يصلي بالناس إما أن يكون الخطأ عنده خطأ، إما أن يكون الخطأ عنده خطأ جليا أو خطأ خفيا. فإذا كان الخطأ جليا كمن مثلا أبدل فتحة وضمة وكسرة، فهذا يترتب عليه أن يكون هذا الخطأ الجلي يبطل الصلاة أو لا يبطل الصلاة. مثل إذا قال صراط الذين أنعمت عليهم أو قال أنعمت عليهم، هذا يجب هنا أن ترده لأن هذا يبطل الصلاة. ثم بعد ذلك أن يكون الخطأ جليا لكنه لا يبطل الصلاة، فهذا يستحب لك أن ترده فيه، يستحب لك أن ترده فيه، كمن نسي كلمة أو خرج من آية إلى آية إلى غير ذلك يستحب لك أن ترده فيه. وهذا يسمى الفتح على الإمام. ودليله لما النبي قال يا أبي أصليت معنا؟ قال نعم. قال لما لم تفتح علي؟ لما لم تفتح علي؟ وإن كان ابن حزم يقول إذا ارتج على الإمام ففتح عليه فأطاع الإمام وتبع المأموم بطلت صلاة الجميع، إمام ومأموم. قال وإن لم يتابعه بطلت صلاة المأموم اللي هو الفاتح على الإمام. وكلامه لا شك أنه مرجوح بالدليل النص اللي احنا ذكرناه الآن، لما لم تفتح علي. أو أن يكون الخطأ خفيا مثل مد متصل ما أتى به، مد منفصل ما أتى به، غن لم يأتي بها، إلى غير ذلك في مثل هذه الأشياء. فهنا الفتح عليه مستحب وليس بواجب. ومن هنا نقول أنه يجب على الإمام أن يؤهل نفسه إلى الصلاة. ولذلك الشيخ بن باز يقول في والأخذ بالتجويد حتم لازمه، من لم يجود القرآن آثمه كما قال ابن الجزري. قال لا، هذا ليس صحيح، طالما أنه يقرأ قراءة صحيحة خالية من اللحن الجلي وإن لم يأتي بالمدود والغنن فالصلاة تكون صحيحة. ولا كل ما هنالك حديث عائشة أنه في الصحيح الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأه يتتعتع فيه له أجرا. لكن ينبغي من صلى بالناس، من تقدم للإمام وأمرها عظيم عظيم جدا هذه المسألة، أن يكون مؤهلا إلى ذلك، لعمل بحديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث قال الإمام ضامن، يعني لصحة صلاة المأمومين، والمؤذن مؤتمن على أوقات المسلمين. اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين، رواه أبو داود صاحب العلامة الألباني. فهنا ينبغي أن يكون مؤهل وأن يؤهل نفسه لمثل هذا الأمر إن شاء الله عز وجل. نعم، لأن صلاة الناس في عهدته، صلاة الناس في عهدته وصحتها مقرونة بصحة صلاته، هو ضامن لهم في مثل هذا الأمر. نعم. يعني يا شيخ لو كان خطأ جلي بس في غير الفاتحة برضو يعني تبطل الصلاة؟ لا ما تبطل الصلاة، لا ما تبطل الصلاة، لا لا تبطل الصلاة إلا أيوة لا تبطل الصلاة إلا إذا كان كما قلت لك فيما يتعلق بالضمائر التي تعود على الباري عز وجل فجعلها لنفسه أو لغير الله عز وجل. هنا لا، لابد يفتحون، يجب أن يفتحون عليه فيها. نعم، جزاك الله خير شيخنا، كتب الله أجرك وإياكم. نعم. طيب يا مشايخ، أتركهم في رعاية الله. سبحانك الله وبحمدك أن أشهد أن لا إله إلا أنت، ربنا ونتوب إليك. صلى الله عليه وسلم وصحبه وسلم. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. الله أجركم. نراكم على خير وعافية. جزاكم الله خير. السلام عليكم.